بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني عشر، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفنون، وهو بعنوان متحف مدرستي. أهداف الدرس: الهدف المعرفي أن يتعرف الطالب على المقتنيات المتحفية وتصنيفاتها الوظيفية والجمالية، أن يصنف الطالب المقتنيات المتحفية وفقا لمعايير محددة. الهدف الوجداني أن يتخذ الطالب قرارات تنفيذية وتنظيمية لإقامة مشروع المتحف المدرسي. أما الهدف المهاري، أن يضع الطالب خريطة ذهنية عامة لتصور المتحف المدرسي، وأن يشارك الطالب في تنظيم مشروع المتحف المدرسي. مصطلحات الدرس: التخصصات المتحفية، تلك التخصصات المهنية التي تعطي للعاملين في المؤسسات التي تعنى بالحفاظ على الآثار والمتاحف، مثل متاحف قطر، وهذا شرح عن ذلك مع السيد سالم المري نائب مدير متحف الفن الإسلامي في الدوحة. هناك أقسام متعددة أكيد في هذا المتحف، ممكن أعرف ما هذه الأقسام؟ طبعاً المتحف هو يعتمد على ثلاث إدارات كبيرة، هي إدارة أمناء المتحف، وإدارة التعليم وتوعية المجتمع، وإدارة العمليات، وهذه الإدارات الثلاث تكمل بعضها البعض لعمل المتحف اليومي. وطبعا كل إدارة تحوي على عدد من الأقسام. المقتنيات المعدنية، مجموعة أثرية واسعة متعددة من المشغولات اليدوية التي كان الحرفيون المهرة يصنعونها، مثل الأواني والأسلحة والدروع، وهذا مثال عن تلك المقتنيات المعدنية يتم شرحهم خلال هذا الفيديو، وهذا المقتنى موجود في متحف الفن الإسلامي في الدوحة. مبخرة من مصر أو سوريا مصنوعة من نحاس أصفر مع ذهب مكفف بالفضة، ونلاحظ بأن الزخارف الموجودة في هذه المبخرة تكمن في الخط العربي الذي استخدم بكثرة في هذه المبخرة. نلاحظ أن الخط العربي استخدم على شكل شمس، نلاحظ أن الشمس موجود، قرص الشمس في المنتصف، وأشعة الشمس هي عبارة عن الكتابة اللي هي عبارة عن إهداء للسلطان في تلك الفترة، بالإضافة إلى الزخارف النباتية التي تغطي جميع أجزاء البدن نفسه. التراث الإسلامي هو كل ما ورثناه عن أبائنا خلال الحضارة الإسلامية منذ نشأتها، كل ذلك يشمل العقيدة والثقافة والآداب والفنون وسائر المنجزات الأخرى المعنوية والمادية. أما المنمنمات الإسلامية هي لون من ألوان الفن التصوير والرسم، وقام بتطويره فنانو العصر الإسلامي بعد أن ورثوه عن الحضارات التي سبقتهم، وعلى وجه الخصوص الحضارات الهندية والفارسية. وأتاحت هذه الرسومات التفصيلية فرصة التعرف على عادات وتراث المجتمعات السابقة، مثل ما جاء في مقامات الحريري. أنواع المقتنيات المتحفية: المقتنيات المصنوعة من مواد غير عضوية. نجد أن المقتنيات المصنوعة من مواد غير عضوية لا تحتاج إلى عناية كبيرة، وهذا الفيديو عرض لنا مثال عن ذلك. أيضا في القاعة الثالثة هناك عدة بلاطات خزفية عليها كتابة. القطعة الأولى من إيران من قاشان، مصنوعة من فخار مخلوط بالزجاج وزخارف تحت طبقة مزججة، والقطعة الثانية أيضا من آسيا الوسطى. هذه البلاطات كانت تستخدم لتزيين المباني، ونلاحظ الألوان الجميلة التي كانت تستخدم لتزيين المباني أحيانا من الداخل وأحيانا أيضا من الخارج، ونلاحظ أنها مزخرفة بالكتابة العربية. ثانيا، المقتنيات المصنوعة من مواد عضوية. هذه الأخيرة تكون أكثر حساسية للظروف الجوية والبيئة المحيطة بها، فالرطوبة الزائدة تعمل على زيادة وتكاثر جميع أنواع العفن التي تصيب المقتنيات، كما تتسبب الحرارة الزائدة والرطوبة في زيادة تكاثر دود الخشب والقوارض وغيرها من الآفات التي قد تقضي نهائيا على تلك المقتنيات. لذلك يجب التأكد من سلامة كل المقتنيات المصنوعة من مواد عضوية، ومن عدم إصابتها بالحشرات أو العفن قبل وضعها في المتحف. وهذا الفيديو يعرض لنا بعض المقتنيات المصنوعة من مواد عضوية. باب من مصر من القرن الرابع عشر الميلادي، مصنوع من خشب الصنوبر، مطعم بخشب الأبنوس والأرز والجوز، مكفت بالعظم والعاج. نلاحظ بأن استخدم في هذا الباب الزخرفة الهندسية، عبارة عن الطبق النجمي
الطبق النجمي يكمن في وجود شكل نجمة في المنتصف وباقي الأجزاء بأشكال مختلفة. هذه الزخرفة انتشرت كثير في فترة الممالك في مصر وسوريا، وانتشرت أيضا في أرجاء العالم الإسلامي، ونلاحظ أنها مش مقصورة فقط على زخرفة الخشب، نلاحظ هذه الزخرفة أيضا استخدمت في المعادن، واستخدمت أيضا في تغليف الكتب المصنوعة من الجلد. أساليب العرض في داخل المتحف. العرض المتحفي الجيد هو ثمرة الذوق الفني السليم، ولا بد للمسؤول عن هذا العرض أن يكون ملما ببعض المبادئ الفنية التي قد تغرس في الإنسان وهو في مهد الحياة. مفهوم العرض: يعد العرض من أهم الوظائف الأساسية التي لا يمكن للمتحف الاستغناء عنها، فهو المرآة التي من خلالها يطل الزائر على ما يحتويه المتحف من شواهد حضارية. والعرض بالنسبة لعلم المتاحف هو رؤية الشيء لهدف معين نسعى إلى تحقيقه، سواء كان علميا أو ترفيهيا أو تربويا أو اقتصاديا. ويتحتم العناية بجانب التخطيط المتحفي ليؤدي العرض دوره المنوط به. أنواع العرض: إن مجال المتحف حيوي، وهو زيارات منتظمة ومحاضرات ونشرات ومعروضات ووقائع ومناسبات خاصة للصغار والكبار على حد سواء. والنجاح في هذا الميدان يعتمد على التكامل التوازن في العروض. وللعرض أنواع نذكر منها: العرض الدائم، يضم المتحف تحفا تعرض عرضا دائما لأنها تتمتع بأهمية كبيرة بالغة، بحيث تجعل المتحف متميز عن نظيره، ومن ثم يجب عرض هذه التحف عرضا جيدا يقوم على ثلاثة أسس، هي الانسجام والتوازن والوحدة. أما الانسجام ويجب أن يسود الانسجام بين المعروضات وجو القاعة التي تعرض بها التحف، فالمقصود هنا انسجام المحيط كله. التوازن، ويقصد به تنظيم التحف من حيث أهميتها وأحجامها وأشكالها، وكذلك العصور والأوزان. فمثلا التحفة الكبيرة الحجم والثقيلة الوزن توضع في الوسط، على العكس التحف الصغيرة. أما الوحدة ويمكن تفسيرها بالقيمة الحيوية للتحفة لجمالها وأسلوبها الفني، كذلك لون التحفة الذي هو عامل مؤثر في العرض. ولذلك ينبغي أن يعنى القائم بتنسيق التحف المعروضة بالصلة الفنية بين الألوان بعضها ببعض بالنسبة للأسس والعناصر السابقة: الانسجام والتوازن والوحدة. العرض المؤقت، يعد هذا النوع من المعارض وسيلة لجلب أنظار الناس إلى مقتنيات المتحف الدائمة، وفي بعض الأحيان تقيم المتاحف معارض مؤقتة إذا توفرت لديها حيازة جديدة وهي في مدتها قصيرة ومحدودة. وبذلك يستحسن قبل القيام بمعارض من هذا النوع أن نراعي النقاط الأربع الآتية: أولا المحتوى العلمي للمعرض، ثانيا آراء الزوار سلوكهم، ثالثا التقنية المستعملة للعرض، رابعا جمالية العرض. أما هنا فسنلاحظ في هذا البيان، إذا قلنا أن هناك معارض دائمة ومعارض مؤقتة تقام في هذا المتحف، نعم، ما الفرق بينهما والمدى الزمني؟ هي طبعا المعارض الدائمة هو معرض خاص بالمتحف، معرض خاص يعني قطع خاصة بالمتحف، وهو معرض دائم مثل القطع الموجودة عندنا الآن أو المعروضة التي أنتم رأيتموها في الجاليريات أو لكن في صلاة العرض. لكن المعارض المؤقتة هي تخدم شيء معين، مثل الآن عندنا المعرض عين الصرب للشيخ سعود محمد الثاني الله يرحمه، أحد مؤسسي هذا الصرح والمتاحف بشكل عام والثقافة في دولة قطر. وهذا المتحف يستمر، وهذا المعرض سوف يستمر لمدة تقريبا 6 شهور. هذا المؤقت، هذا المؤقت، فالمؤقت حتى لو في زمن 6 أشهر أو شهرين على حسب ما يتم الاتفاق على هذا المعرض وما هو تخصص هذا المعرض، لأنه لكل معرض تخصص معين ومدة معينة، مدة زمنية معينة. هذا المؤقت، أما الداخل فهو الموجود في صلاة. أما العرض المتنقل،
ويحتوي على مجموعة صغيرة من مقتنيات المتحف المعروضة والمخزونة سواء كانت القطع المتكررة أو النادرة. وبما أن العرض المتنقل هو نقل تلك المجموعة من مكان إلى آخر، فيجب عليه أن تصف بالاكتفاء الذاتي وبالقدرة على التكييف. فالجدران أو الخزانات والرفوف وغيرها يجب تصميمها بحيث يجب فتحها وإعادة تركيبها، غير أن هذه المعدات غالية الثمن وبدونها يفقد المعرض المتنقل أهميته. وقد استخدمت في بعض المتاحف سيارة صممت خصيصا لهذا الغرض، وتتراوح مدة المعرض المتنقل بين يومين أدنى فترة وأسبوع، وهي معارض خاصة ذات بعد تربوي وتثقيفي موجه أساسا للتلاميذ والطلبة وعامة الناس، الغاية منها نشر الثقافة المتحفية وتربية النشء وإشعارهم بأهمية التراث في تكوين شخصية الفرد والمجتمع. عزيزي الطالب، تخيل في الشكل التالي أن هذا التصميم العام لمدرستك، فمن خلال الرسم الهندسي التالي أين تقترح مكان لمتحف المدرسة باستخدام الرسم البياني؟ تذكر عزيزي الطالب أن الخرائط الذهنية مهمة جدا لإفراغ وحصر كل ما يخطر على الذهن عند التفكير بالبدء في أي مشروع. لذلك ضع عزيزي الطالب خارطة ذهنية عامة لتصور المتحف المدرسي كما في الشكل التالي. والآن عزيزي الطالب نذهب إلى كيفية تنظيم المعرض. فالمعرض يجب أن يكون له مداخل ومخارج، وتعد من أهم العناصر المكونة له، ويراعى في تصميمها تصميم مدخلان على الأقل، أحدهما للجمهور والآخر للخدمة لضمان الأمان. يجب أن يحتوي على مخرج للطوارئ بحيث يكون محكم الإغلاق. يجب إعطاء أهمية كبيرة من حيث التصميم والموقع ومساحته تكون مناسبة مع حجم المعرض وعدد الزوار. ثانيا، محاور الحركة. وهناك نوعان لمحاور الحركة في داخل المتحف، محاور رئيسية ومحاور فرعية. ثالثا، قاعة الاستقبال. وتعتبر قاعة الاستقبال منطقة التحكم الرئيسية في حركة الجماهير، وفيها يتم إحصاء الجمهور. تزود القاعة بالإضاءة والتهوية، ويفضل أن تكون واسعة وجذابة وتحتوي على شباك تذاكر وغرفة فحص وتفتيش. رابعا، قاعات العرض. تشكيل فراغ العرض. العرض في فراغ واحد كبير، وهو الاتجاه الحديث في تشكيل الفراغ بإيجاد فراغات ضخمة مستمرة يمكن تقسيمها بواسطة قواطع خفيفة متحركة. والعرض في فراغ عضوي، وهو الأسلوب التقليدي عن طريق تقسيم الفراغات بحوائط ثابتة إلى غرف عرض قد تكون منفصلة أو متصلة. العرض في الهواء الطلق، وهو معتمد على الظروف المحيطة من مباني وأشجار ومسطحات مياه، وأحيانا السماء تكون خلفية للمعروضات، قد يقام في ميدان أو حديقة عامة كما في المثالين التاليين. عزيزي الطالب، حاول مع زملائك تصنيف القطع التراثية حسب الحقبة التاريخية لها، وحدد كل من المقتنيات المتحفية التالية حسب تصنيف المتاحف التي تحتفظ بها. خطوات سير الدرس: عرض أمثلة معارض مدرسية لأعمال الطلاب وأنشطتهم الفنية المختلفة، وأهمية الحفاظ على الأشياء الخاصة والعامة وتقدير القيمة المعنوية لها. التحدث عن ثقافة المشاركة في عرض الأعمال وأساليب الإلقاء والترويج للإخراج الفني للمعروضات. استعراض أمثلة لمقتنيات مختلفة تصنيفا كالمعادن والفخاريات والزجاجيات. مناقشة الطلاب عن المقتنيات المتحفية من حيث القيمة التاريخية وأهمية الاحتفاظ بها والعناية بمقدرات المتاحف الوطنية. إنشاء مجموعة طلابية مقسمة لعمل مجلة حائطية تحتوي على صور لمتحف مختار، وتقوم كل مجموعة بعرض وشرح محتويات مجلتها أمام طلاب الفصل. تقسيم الطلاب لمجموعات نقاشية للقيام بعمل تصور ورسم خارطة ذهنية لمتحف مدرسي، ومشاركة الفصل بالنتائج لمناقشة المجموعات. تصميم خاص بالمتحف المدرسي بقاعاته ومقتنياته، وإعداد محتوى نظري لفكرة إنشاء المتحف. طلابنا الأعزاء، أرجو منكم متابعة البيان العملي التالي، وذلك لتوضيح كيفية
عمل متحف المدرسة. أبنائنا الطلاب، مرحبا بكم في متحف مدرستي. من أجل إنشاء متحف خاص بالمدرسة يجب علينا اتباع الخطوات التالية. بداية يجب اختيار الموقع المناسب أو القاعة المناسبة لهذا المتحف من خلال مخطط المدرسة. ثانيا نبدأ بتجهيز الأعمال التي ستعرض في المتحف، وهي أعمال كثيرة مثلا كالكؤوس والدروع وشهادات التقدير التي حصل عليها الطالب أو المدرسة خلال مناسبات عديدة ثقافية، كانت أم رياضية أم فنية أم غير ذلك. ومن ثم تجهيز أعمال الفنية التي قام بصنعها طلابنا الأعزاء خلال السنوات السابقة أو خلال هذا العام، ومن ثم توزيع هذه المقتنيات إلى مجموعات حسب النوع، كانت فخارية أو زجاجية أو معدنية أو لوحات فنية وغيرها، ذلك من أجل أن يسهل عرض هذه الأعمال. إنشاء مجموعات طلابية متعاونة الأفراد ومقسمة حسب المقتنيات التي ذكرناها سابقا إلى مجموعات تاريخية، فنية، ثقافية، رياضية حسب الأعمال الموجودة. ومن ثم تبدأ هذه المجموعات الطلابية بتصنيف الأعمال كل حسب المجموعة أو حسب المهام الموكلة لهم. هذه بعض الأعمال كما ذكرنا سابقا، أعمال فنية من صنع الطلاب وهي متعددة الخامات. نرى هنا أعمال فنية من فسيفساء وأعمال تصوير فوتوغرافي، ويبدأ الطلاب بتجهيز متحفهم وتوزيع المقتنيات إلى أماكن مخصصة حسب كل حسب مجموعته وكل حسب تصنيف هذه المجموعة. كما ذكرنا سابقا كانت فنية أو تاريخية أو ثقافية أو رياضية. تكون هذه المجموعات مسؤولة عن عرض المقتنيات. كما نرى في هذا العرض طلاب يقومون بكتابة بعض التعليمات والتوصيات لكي توضع على طاولات العرض، وهنا طالب أيضا يوزع بعض المقتنيات في أماكن مناسبة. يا عزيز الطالب من تواجد الإدارة المدرسية أثناء تنفيذ العمل، وذلك لمؤازرة الطلاب وإعطاء بعض التوجيهات التي تفيد في تنفيذ هذا العمل الرائع، مما ينعكس إيجابيا على الطلاب في مؤازرتهم في تنفيذ هذا العمل المفيد لمدرستهم. هذه الصور توضح لنا كيف تم التجهيز الأخير للمتحف المدرسي، وأيضا تقسيمه كما ذكرنا إلى مجموعات، ومن ثم البدء بالإشراف على هذا المتحف وفتحه أمام الزوار لكي يشاهدوا أعمالكم المدرسية الفنية والتاريخية. أيضا هذا طالب يشرح لأحد الزوار، وهنا طالب آخر، وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض. بالتوفيق والنجاح دائما وأبدا. عزيزي الطالب، فيما يلي بعض التذكيرات ليحصل الجميع على وقت ممتع ومفيد أثناء الزيارة للمتحف. أولا، ملاحظة التعليمات عن المعارض التفاعلية في المتحف. قراءة المعلومات المتوفرة في المزيد من التعليم يساوي المزيد من المرح. يرجى عدم التشويش وإصدار أصوات عالية ليتمكن الجميع من الاستمتاع. البقاء مع المجموعة المحددة من قبل مشرف الزيارة للمتحف. يفضل ألا تحضر الأشياء الثمينة الخاصة بك، ولكن اتركها في سيارتك أو حافلات المدرسة. السير بهدوء في جميع أوقات. التقاط الصور بدون استخدام الإضاءة القوية.
المساعدة في الحفاظ على نظافة المتحف والالتزام بالأكل والشرب في الأماكن المخصصة فقط. كن فضولياً واستكشف من خلال الأسئلة والمناقشات مع مجموعتك والمشرف على الزيارة للمتحف. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، اسأل موظفي المتحف. أبنائي الطلاب، في الكتاب المدرسي في الصفحة 71، ماذا تحتاج لإنشاء متحفك الخاص بك وبعائلتك وسلالة أسرتك التاريخية؟ اذكر ذلك وأرسله إلى معلمك. أما الآن أبنائي الطلاب، هل استفدتم من هذا الدرس؟ وما الذي استفدتموه؟ هل ستبدأ في مشروع متحف المدرسة؟ أين ترى نفسك في هذا المشروع؟ مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح دائما وأبدا.